اسمحوا لي يا رجال حارة الضبع، يا اهلي واحبابي، اني رحب فيكم فردا فردا لمناسبة عودة الباب لمطرحه، وان شاء الله بنجتمع مرة ثانية وبنحتفل لما بترجع عبد الواقف كله. الله يديمك وراسنا مهموم بيك. يا اهلا وسهلا يا ابو مرزوق. هي بدنا همتك فيها مهموم بيك. نعم يا بشير، اسمح لي. مأمون بيك ما بيقصر بنوب، ولولا ما كان رجع الباب لمطرحه. إن الله راد رح بعمل جهدي كله، وإن شاء الله ما بقصر مع أهلي وأحبابي. أصيل يا أبو كامل، بتذكرني بعمك أبو صالح الله يرحمه. يا الله يرحمه ويحسن إليه. شبنا يا جماعة، مدوا إيدكم، تفضلوا. ولو شيخنا أشر لك موزة أبو بشير، أبو خاطر، شبنا أبو مرزوق، هدول التفاحات من عندك ولو. الله يديمك للحارة وللحارة مأمون بيك. ما في داعي تسحب فاتك، انت وقعت وانكشفت يا سيد نمر. مينو هاد نمر؟ مبتسم تفتح عينك كمان. شو هاد يا أبو شوكات؟ مينو هاد نمر وغيره؟ أكيد أكيد يا جماعة في سوء تفاهم. سوء تفاهم شو يا مأمون بيك؟ لك أنت مين؟ مين كمان أنت؟ اللي مين أنت؟ أنا أبو شاكوش، شريكه للنمس. حكى لك عني مو هيك؟ بعتني لعندك مشان اخذ المصاري اللي متفق عليهم معك. بيقول لك موعد الطاحون بلا. اي طاحون واي موعد الطاحون؟ انت كذاب. لا يا نمر، نمر ما في داعي تخبي. الرجال كلهم صاروا بيعرفوا حقيقتك مثل ما عرفتها انا من النمس. ايوه الزباله بقعود كمان انت معلم سواب شاكوت. انا ابو دياب المحكوم اعدام واللي هربان من السجن بشحمه وبلحمه، ولا نسيت غرفة التعذيب يا ملازم نمر. شو كمان ما بتعرفه يا زيد نمر؟ هذا واحد كذاب كذاب. عاد لك عندي كذاب وصدي كذاب. شو يا ملازم نمر؟ مسكين ابو الورد ما قدر يحرق قهوة ابو حاتم وباكت ابو شهاب. قوم انت زبال الحارة، زبال الحارة. عمام الحارة شطبي، بتعرفوا ليش عم الحارة شطبي؟ لأنه كان عم يتآمر هو والنمس وغيرات وابشك وصفك وش علينا؟ اضحكوا علينا، اضحكوا علينا. ولك لسه عندك شي تحكي؟ ما خلصت كذب ولوفك؟ هلا صار وقت الجد. زلمتك أبو شاكر اللي بعته مشان يقتل أبو جودات وقتل نوري صار بإيد الحكومة، يعني شغلتك خالصة وريحتك طلعت. اللي بعتك لهون حتى تلعب هيك لعبة علينا كان لازم يخبرك إنه هيك حارة وهيك ناس ما بينضحك عليهم، واللي قبلك جربوا كتير. لك يا عيب الشوم عليك، عم تبيع أولاد بلدك وأهلك وناسك. لك الغريب لما بيقتل وبيذبح بيضله غريب، بس امن بلدك لما بيخونك بينمخ بوجعك من جوات صمصيم قلبك. انت مع مين عم تحكي يا ابو قاسي؟ ليش هو بالاصل لو كان عنده ذره شرف او كرامه او ناموس كان بيساوي اللي ساواه؟ شاكوش مور عقيد، انت بتعرف وين متخبي هذا النمس ما هي؟ لعيونك عقيد مفهوم. معناته بتروح انت وابو ديبو وحده وبتاووه للنمس. عمرك عقيد. أبو شوكات خدوه لهاد على بيت أبو صالح وجردوه من توبنا. سد أمك سدوه حتى ما أشرط لك حياتك.